قبل لا يبدأ المقطع صلى على خير خلق محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اوكي، السلام عليكم شباب. اليوم رجعتنا في تحديث الوينتر وندرلاند تبع اوفر واتش مع مود جديد، مع صناديق جديده، مع سكنات جديده وكل شيء. نحط كونتينيو واعطونا هديه صندوق واحد. طلعوا كيف الخلفيه خرافيه، كيف كلهم زي كانوا قاعدين بيلعبوا في الثلج. سكن هانز الجديد مع اللحيه بيجي اشي خرافي، سكن انا الجديد، سكن سومبرا، كل صراحه كل السكنات حاليا خرافيه. بس واحد من اكثر السكنات اللي انا نفسي متشوق اشوفهم اللي هو سكن باسل الجديد. انا صراحه طلع على سكنه، طلع على البومه، كل سكنات باسل ما اعرفش ليش بس بحبها بشكل مش طبيعي. خلينا نفتح الصندوق، نتمنى انه عن جد يمكن يطلع لنا اشي لاول مره، ما اتوقع بس نجرب حظنا الحلو. كان لازم اتوقع انه راح يجيني هيك اشي. اي الله ايبك، بديش ايبك، بدي ليجندري يا اخي، ليجندري يا اخي. ما طلع ليش ليجندري من اربع صناديق؟ اعطوني اللوت بوكس تبعي، اعطوني الليجندري اللي بحتاجه، الليجندري اللي بستاهله. وينه؟ هيو 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 هيو، يس 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 يس. باستيان، طلع لي باستيان، هذا هو اللي كنت بدي اياه. يا الله، اخيرا يا شيخ باستن. هلا انا بس بدي اخطط اني العب بالشيء الجديد واللي هو ياتي هانتر. شو هذه؟ completing games as hunter will increase your chance to be chosen. طيب رح العب هذا اني اكون انا صياد، وهي لحد هسه ما شفت كيف لعبت اللعب، بس هسه بدي اشوف كيف تلعب ان شاء الله تكون حلوه. طيب تمام، دخلنا. اوه طلعوا هذا ماب جديد، نيبال فيليج. اوكي شو انا؟ شو بقدر اعمل بالضبط؟ انا شايف حركات مي طبيعيه. اوكي شو هذا؟ خلينا نشوف القصه من اول مره واشوفها. احنا المفروض نكون بنصيده لحد ما يعصب احنا بنهرب منه. طيب يلا شباب، خلينا نمشي مع الجماعة. منت ميت ايتن بايتي. لحظة شوي، لازم احمي اللحم يعني. اوكي يعني هسه هو لازم اقتله قبل ما ياكل كثير لحم ولا بيعصب ولا اشي، ما بعرف بالضبط. وينه؟ اها شفناه فوق. فهمت، لازم نقتله قبل ما ياخذ اللحم. اوه شت، بقدر يقتلنا، بدمج منيح. قتلوا يا شباب، خذوا منه حقوقه كحيوان. طيب بس ياخذ هاي الوحده بعدين بعصب. اوكي عصب. اوه طلع كيف الالتيميت تبعي، الالتيميت تبعي مش تبع التجميد. اوكي قدر يقتل واحد منا. احنا كم صياد؟ اظن انا خمس صيادين، قدر يقتل كمان واحد منا. دمه لساته فيه نسبه يعني مش سيئه. اوكي لو احط فخي هون مثلا، حطيت فخي هناك عشان اذا اجى يحاول ياخذ قطعه اللحم هذيك يموت. اقتلوا يا قوم، انتحر. اوف انا شيء انتحرت، امسكوه يا اخوان. اوكي جبنا هيد شوت، دمه دمه. ماخ، حبسته في الفخ تبعي. كان بحاول ياخذ اللحم، انحبس في الفخ تبعي، اعطاني اشي. واو بس هيك راوند واحد؟
هذا برا كوكاتو دمه 5500 دمجه في الالتمت اظن صار اقوى برضو كسر الفخ فزت وقتلته طيب اظن هذا كان سهل شوي زيادة ما بعرف شو انا بالضبط انا صياد طيب لازم اول اشي الاقي اللحم عشان اقوى هاي اول قطعة هو ابطأ اوكي شت اخ ليش هم يجمدوني اذا جمدوني وقتها المشكلة يا اخي اخذناها This is for science كلام جمده فيها شو الساينس في الموضوع هذا اخذ حقوق الحيوان انا حيوان بريء بحاول اكل لحم ما بعرف ايش موجود اوكي تعال قتلني قتلوني تقدر تموت على فكره قتلنا واحده راح اقتلك بدون الالتمت اوكي غلط غلط الكعبة لازم اروح اجيبها هذا اوكي قطعة لحم واحدة وبجيب الالتمت بدي اياهم بس يكربوا علي شوي يكربوا بس علي فخ لا راح اضل هون ما راح ابعد ضل بس واحد اللي هو هذا يا اخي وين راح كم واحد فيه فزت لازم بس اقتل 5 مرات اوكي فزت خذ ايزي فكنت المفروض يكون اصعب طلع في هاللحظه لا لا ما راح ابعد عنك خلونا نجرب سنو بول ماي هذا هو تبعت الكلف موجوده السنه هذيك واللي هي الرمي في كرات الثلج على بعض 6 ميد و6 ماي هذه كانت حلوه برضو تبعت اليتي حلوه بس هي اظنها ممكن تكون احلى اوكي يلا اظن معنا بس كرة واحدة لازم نضربها ضل واحد ما قتلتش اشي شكلي انا بس لعيب في اليتي ترى كيف حاطين الجدار من اول اللعبة عليه وقت عشان اذا حاولت تحبس احصاء اصحابك ما تقدر راح عليك وحدون هاها هذه الخدعة هيك لاحظ كل لعيب في كرات الثلج سنين من التدريب اوكي لا 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 شوفني 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 شافني شافني اوكي هاي في واحدة لا ما جبتها ايوه قصفوها قصف to say that you're fine when you're not really fine but you just okay fasta امشي انت اول شيء اثنين طلع اوكي شو صار قتلوا كلهم ها اوكي شت موت ضل بس اثنين
اوكي هناك في واحد بس بدي ثلج. هو بس الشفت انا ضايل. لا واحد ثاني ضايل. شوية ثلج. هاي. غلطنا. حلو جي جي. حلو. خلاص فكرته انا. ايش ايش يعمل؟ انا مرة حبسنا ان شاء الله. مرة هذا اللي حبسنا. بعدها استعمل. على فكرة ما جانيش الالتمت ولا مرة. ما استعملتش الالتمت ولا مرة، ليش؟ هذا الاشي تبع جندي برضه حلو عجبني، في عندي هاي. بس هاي برضه حلوة يعني، هاي عجبتني. اوف بس طلع لي سكين بس، تعرف نفسي اشوف شكل سلاحه. وين بس؟ طلع كيف شكله هون. طلع العصفور كيف احلاه. اوكي هاي. يا الله يصدق انه طلع عن جد. حظ صراحة خرافي. فكرت انه ما راح يطلع لي اشي، او اذا طلع لي جندر راح يكون مصاري. بس طلع لي عن جد اشي منيح. فطيب بس هذا يا شباب اكسر المقطع. ان شاء الله كل مقطع عجبكم، لا تسخطوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.